احنا كمان عندنا فيديو كنا حابين نستعرضه مع حضرتك عن الخاص او مجموعه البيانات الخاصه بصاروخ النصر او صاروخ نصر. الصاروخ الفيديو قدامنا في منصه الاطلاق، انت حضرتك كنت عايز تكلمنا عنها او توضح لنا مجموعه او ده مدفعيه صاروخيه برضه. شوف بقى بقول ده من احد يعتبر يدرك من ضمن مع انه يبدو انه احد الصواريخ الاستراتيجيه. شوف حتى سرعة إطلاقه عالية جدا، لكن يعني مثلا الرأس الانفجارية لديه حوالي 240 أو 250 كيلو جرام، المدى بتاعه 250 كيلو، وده جيد جيد جدا الحقيقة. يعني تلك الكتلة المتفجرة تحقق نسبي، يعني ليس كالصاروخ الباليستي الذي يصل إلى طن أو كروز أقل قليلا. المدى أيضا يسهل اعتراضه نسبيا وليس يسهل اعتراضه بشكل مطلق، لكن حسب إيران ما أعلنت يصعب اعتراضه بدرجة كبيرة لو قارناه بالمدفعية الصاروخية العادية ما يعادل بي ام 21 وما شابه، إنما لما يقارن بالصواريخ الباليستية على سبيل المثال على حد علمي أنه أقل بكتير في قدرته على عدم الاعتراض، يعني المناورة والهروب من الاعتراض. طبعا يمتاز بشيء كمان مهم، الدقة 5 متر، كل هذا إعلان إيران أو إعلان حزب الله عفوا. يعني الدقة ممكن الخطأ، نسبة الخطأ 5 متر، مهمة جدا، وكأنه في مع القوة التفجيرية مؤثرة برضه.